مش انا الواحد اللي هيتحمل الخساره يا نازل. انت ليكي تمن الاسهم، يعني خسارتك ما تقلش عن 50,000 جنيه. بتقول ايه يا سليم؟ امال انت فاكره ايه؟ نصيب انا اللي هيشيل الخساره كلها؟ انت مش رئيس مجلس الاداره وليك اغلبيه راس المال؟ البورصه على الكل يا حبيبتي. ايه اللي خلاك تطرح الاسهم في البورصه؟ كان لازم نكبر المصنع ونجدد المكن والارباح ما تكفيش. تقوم تنزل بربع الاسهم مره واحده؟ كانت عمليه مدروسه كويس قوي. المفروض ادخل شاري، السعر يرتفع ارجع ابيع واكسب الفرق، لكن حضرتك قلت لتوفيق يروح يبيع. لان حضرتك ما كنتش موجود. خلاص يا نازك، اللي حصل حصل. لا ما حصلش يا سليم، انا نصيبي ما يتمسش، ما ينقصش مليم واحد. حاضر يا نازك، انا هتحمل خسارتك. ينفع؟ الاصول كده؟ انت بتدفع نتيجة غلطتك، ما بتدفعليش حاجة من جيبك. حتى لو دفعتلك، انت مراتي. قول لروحك. طلبت ايه وانا اتأخرت؟ في حاجات ما بتطلبش يا سليم. ما فيش حجاب بين الراجل ومراته. انا من بيت السلحدار يا سليم، تربية، ولو مت لساني ما يطلبش. صباح الخير.